الاضاءه بتمثل حضرتك ايه؟ الاضاءه من العناصر المهمه جدا في اظهار وجه الديكور الجميل للشغل اللي احنا بنقدر نعمله في البيت او في اي منشاه بنقدر نشتغل فيها. اهم عنصر في الاضاءه ان احنا يكون في اظهار جيد من حيث الالوان، من حيث الزوايا، من حيث فرش الاضاءه نفسه، ودي عناصر مهمه جدا لازم تتحط في الاعتبار، وده بيجي من خلال اختيار نوع الزج المظبوط للاضاءه بتاعتنا. بمعنى ان احنا لازم نختار الانجل مظبوطه، لازم نختار الكشاف اللي احنا هنشتغل بيه بدرجه لون مظبوطه، ويبقى في نوع من انواع الكونتراست ما بين الطبيعه بتاعه المكان ونوع الاضاءه اللي احنا محتاجينه. بمعنى اكتر يعني لو انا مثلا في مكان عايز اظهر فيه منتج معين بشكل قوي، لازم يبقى لنا فيه تركيز معين على المنتج ده. لكن لو انا مثلا في البيت او في مكان محتاج فيه نوع من انواع الاضاءه الهاديه، يبقى انا لازم احط في الاعتبار تبقى الاضاءه موجهه بشكل مباشر ليا ابتدائي او ابتدائي اللي موجود في المكان. في عنصر مهم جدا كمان برضه لازم نحطه في الاعتبار، ان احنا الاضاءه دي هي اللي بتمثل الحاله النفسيه لينا. اما بخش مكان مظلم كده ببقى مقبوض، لما اخش مكان منور شويه احس ان المكان مبهج اكتر. في طريقه بس برضه لو في نور زياده قوي بيبقى صعب، يعني كل ما النور يبقى هادي بيريح الاعصاب وبيدي جو احلى. في تكنيكس وفي رسالات دكتوراه دلوقتي بقت موجوده في الاركتكتشر لايتنج، دي بقت النهارده فكرتها قايمه على ازاي ان انا اقدر اجذب العين ناحيه المنتج بتاعي او ناحيه الحاجه بتاعتي. وده النهارده شفناه في اماكن كتير جدا، بالذات في المولات لما بدأوا يوصلوا لمرحله من مراحل ان خلى المنتج نفسه هو اللي بيشد العين من خلال تركيز الاضاءه على الديفايس ده او المنتج ده بشكل او باخر. زي بالظبط حضرتك لما تخش محل مثلا ملابس او حاجه تلاقي المانيكان هو اللي بيشد العين بالظبط. ففكره السبوتنج ده زي من غير ما اقدر اعملها بشكل مزعج، ده مهم قوي. في البيت بقى العكس تماما، احنا بقى بنتحاول ان احنا نتعامل مع الموضوع بطريقه سوفتنس، نبقى شايفين بس يبقى في نفس الوقت تبقى الامور تبقى فيها نوع من انواع الراحه للعين. وللاسف احنا كان في فتره سابقه قبل كده كان عندنا في اختراع مشهور جدا عندنا اللي هو اللمبه نيون. اللمبه نيون دي كانت من اكثر الحاجات اللي ما كانش معروف مدى خطورتها، لان اللمبه نيون من ضمن عيوبها الشديده جدا ان هي بتعمل حاجه اسمها فليكنج، او احنا بنسميها في علم الاضاءه الفليكنج تايمز، الفليكر اللي هو دايما تقطع مستمر في النور. ده بيخلينا دايما مش حاسينه، بس يعني العين البشريه ما بتحسوش، بس بيسبب نوع من انواع الصداع، سبب نوع من انواع الارهاق للعين. فطبعا كل ده تجلب عليه بشكل كبير جدا الليد، وعشان كده هو الليد النهارده هو التقنيه الحديثه الصديقه جدا للبيئه وصديقه جدا للصحه في الوقت الحديث. طبعا نقطه الاضاءه وان احنا نقدر نتخيل ان احنا ممكن قد ايه ممكن تغير حياتنا، ده موضوع مهم جدا نقدر نتكلم فيه. طيب اختيار الاضاءه بيبقى مبني على ايه؟ اختيار الاضاءه مبني على نوع الابلكيشن اللي احنا هنشتغل بيه. بمعنى ان انا النهارده لما اكون انا بحاول احط الاضاءه بتاعتي في مكان فيه بيت، مكان فيه راحه او كلام من ده، فلازم اشتغل بدرجه معينه هاديه ودرجه معينه تبقى مريحه. واهم حاجه ان تحطها في الاعتبار ان السورس بتاع الاضاءه ما يصطدمش مع زاويه العين. بمعنى ما يكونش دايركت عليه بالظبط كده، يعني ما بقاش في عندي مثلا كشاف او في عندي اي سورس الاضاءه يبقى مباشر في العين، فبالتالي انا ما بقاش مضرور او متضايق منه. وده من الاخطاء اللي كانت بتحصل زمان كتير، يلاقي في واحد حاطط لمبه على الحيطه، طبعا دي كارثه. فدايما لازم نحط في الاعتبار ان احنا نشتغل بشكل غير مباشر. الاندايركت لايتنج بقى ده في لوحده برضو حاجه مهمه جدا، وبقت النهارده في اتجاه كبير جدا ليها، وده بيجي من خلال ان احنا بنقدر نعمل حاجه اسمها سقف معلق، او نقدر نعمل حاجه اسمها بيت نور. البيت النور ده بيبقى راكب فيه اضاءه بتدي فرش للاضاءه بشكل غير مباشر، تتوزع على المكان بشكل يعني زي ما بيقولوا احنا بناخد الانعكاس بتاع الاضاءه، ما بناخدش الاضاءه نفسها كصوره. طبعا في تطبيقات كتير جدا، البيت غير معرض السيارات، غير معرض الملابس، غير لما يكون في مثلا حاجه اداري او كلام من ده. في ست بيت ممكن تيجي تقول والله انا عايزه اركب وحده اضاءه في غرفه الاولاد، فتيجي تسال طب انا عايزاها تبقى عامله ازاي؟ فطبعا في غرفه الاولاد لازم نراعي شويه ان الاضاءه تبقى واضحه، بحيث ان في المذاكره في فكره وقت اللعب او كلام من ده تبقى الاضاءه برده مريحاهم. طيب مثلا ممكن على المكتب تبقى اضاءه معينه وفي باقي الاوضه تبقى اضاءه طبعا اخرى؟ طبعا ممكن نبقى عاملين اباجوره لطيفه على المكتب، الاباجوره دي بتركز على الكتاب اللي ممكن يتقرا عليه او كلام من ده بشكل او باخر. لكن في بقيه الغرفه بيبقى طبعا الاضاءه مهمه جدا ان هي تبقى مبهجه وفي نفس الوقت واضحه بشكل كويس. لان احنا عندنا في لونين طبعا كتير نسال فيهم، الفرق ما بين اللون الابيض في الاضاءه واللون الورم. الورم والكولد بالظبط. فالورم لايتنج والكولد لايتنج ده طبعا لونين عكس بعض، بس هو طبعا ده له تطبيقات وده له تطبيقات. الكول
ده اضاءه بيضاء بتخلينا نوعا ما منتبهين، بناخد شكل الالوان بشكل حاد، بنقدر يعني الاضاءه دي بتزود التركيز. الاضاءه البيضاء لان هو العكس بقى في الوارم، الوارم بيعمل ريلاكسيشن، ولذلك الريلاكسيشن دايما اساسه الوارم. ده بيتحط في الليفينج روم، في الصالون، في بالظبط كده. الوارم ميزته كمان ان هو بيدريتش قوي للمكان حقيقي. وهي دي النهارده برضو نقطه مهمه جدا، ما ينفعش ابقى في صالون واعمل لون ابيض، لان اللون الابيض يعني بيفضح قوي اي ديفو بسيط في الاضاءه في الموبيليا، اي ديفو بسيط في بس في ناس مش بترتاح في الورم كولرز، يعني بتحب مثلا الكولد. ايوه هي راحه نفسيه في الاول وفي الاخر. وهو في لون كتير مننا ما نعرفوش، وللاسف شيء جدا مش مستخدم في مصر كتير، دي درجه ما بين الورم وما بين الوايت اللي احنا بنسميها ناتشرال وايت. ناتشرال وايت دي اللي هي درجه لون الشمس، ده لون وسط ما بينهم، واللون ده اكتر لون بيقدر يظهر للالوان مظبوط، بيقدر يظهر للدنيا بشكل كويس وشكل واضح، وللاسف جدا كتير مننا ما يعرفوش او بشكل كبير يعني. بس هو من اكتر الالوان اللي هو يعني مبهجه وفي نفس الوقت يعني بالانسنج ما بينهم. طبعا. واحنا طبعا بنحاول في الكتروليد هنا ان احنا نحاول نعرف الناس بالالوان الجديده دي وبالتكنيكس الجديده، لان طبعا مش كتير مننا متداول عندهم الموضوع حقيقي. يعني انا فعلا ما كنتش اعرف الناتشرال وايد. الناتشرال وايد ده من الالوان اللي احنا بقالنا فتره طويله جدا بنحاول ان احنا ننشرها بالذات في الديكوريتيف لايتنج، لان كان دايما الاضاءه كلها بتعتمد في النجف او في الكلام ده على ابيض، او لا احنا عملنا كمان الناتشرال لايت، لان الناتشرال وايت ده بيديكي فخامه للمكان وفي نفس الوقت برضو لون ظريف مختلف يعني. طيب سؤال كل الناس عايزه تعرف اجابته، ايه هو الليد فعلا موفر للطاقه؟ طبعا. احنا النهارده بحسابات بسيطه جدا، كنا زمان بنتكلم عن لمبه مشهوره جدا عندنا اللي هي اللمبه الكاسه اللي هي بتاعت السبوت. لمبه الكاسه دي كانت احنا بنتكلم في 30 واط تقريبا او 20 واط او 5 او 50 واط، يعني كان كل الفيرجنز اللي منها اقل حاجه فيها كان 20 واط. النهارده انا بدي بديل ليها 5 واط، فبالتالي انا موفر اكتر من 75 واوقات 90% من توفير الطاقه. فلما اجي احسب مثلا انا لما اركب في بيت في صاله فيه 20 30 سبوت، نضرب الرقم ده هيطلع استهلاك كبير جدا. فطبعا فيوفر معايا بعد كده كتير جدا جدا. كمان نقطه مهمه انه بيوفر معايا كمان في فكره الاستهلاك بتاع وسائل التبريد اللي هي التكييف او كلام ده، نظرا ان هو ما بيسخنش. اللمبات القديمه تنجستاينز القديمه كلها بتسخن، لا دي ما بيسخنش بالقدر الكبير زي التاني، فبالتالي ما بداش عندي مشكله في ان انا لازم ازود التكييف بتاعي عشان خاطر اقدر اتعامل معه. وخصوصا كمان في التطبيقات الكبيره ممكن كشافات الواجهات الضخمه، ده بيبقى عندي مشكله كبيره يعني بتوصل عندي 500 واط و1000 واط، النهارده بتبدلهم ب 100 واط و200 واط، فالفرق في الكونسامشن رهيب. فاحنا على قد ما بنقدر بنحاول ان احنا النهارده نغير ونعمل ريبليسمنت لكل ما هو قديم عشان خاطر نقدر نوفر، خصوصا مع ارتفاع فواتير الكهرباء. طيب وعمرها الافتراضي؟ لا العمر الافتراضي كمان اطول بكتير جدا يعني. طيب ده رائع يعني، ده وزير رائع طبعا. لان هي طبعا هي كانت فكره الليد قايمه على ان هو يبقى بديل لكل ما هو قديم بشكل قوي جدا. اوكي. احنا بنتكلم في عمر الافتراضي ما بيقلش عن 30,000 ساعه. احنا كالكترو ليد بالذات بنحاول ان احنا نركز في كل الشركات العالميه او بنشتغل مع الشركات العالميه اللي بتدينا عمر افتراضي ما يقلش عن 30,000 ساعه. عندي في حاجات بتوصل ل 40,000 و 50,000 ساعه كمان. وكمان الحمد لله يعني في قريب ان شاء الله هيخش في كاتيجوري عاليه جدا، دي هتبدا تعدي يمكن 60,000 ويمكن 80,000 ساعه كمان. بس ده طبعا بيرفلكت على الكوست يعني. النهارده هو بيبقى ما كنت عايزه اروح للسؤال ده، ليه ممكن نفس الليد او نفس السبوت يبقى فيه تفاوت بالاسعار ما بينهم؟ ببساطه ان احنا لازم نحط في الاعتبار ان احنا لما بنيجي نختار الليد بتاعنا او الكشاف او السبوت اللي احنا بنبدا نختاره يكون في عناصر مهمه كتير لازم نحطها في الاعتبار. نسال عن الوات بتاعه ونسال على اللومن بتاعه كمان، ده الاهم. ممكن حضرتك تشرح لنا ايه اللومن اكتر؟ اللومن ده اللي هو كميه الاضاءه اللي طالعه من المصدر الاضاءه بتاعنا، سواء كان لمبه او كشاف او سبوت، ده اللي هو نقدر نقول عليه اللي هو الاضاءه اللي احنا بنقدر نستفاد بيها قد ايه. ومن هنا بنبدا نقيم قوه السبوت او وحده الاضاءه بتاعتنا ماشيه ازاي. وبناء عليه احنا لما بكون رايح اشتري، انا كراجل مستهلك عادي جدا من اي مكان، ايوه بالظبط، يعني مثلا انا كمشتري بالزبط اروح اقول له ايه بالظبط؟ بالظبط. فلازم مهم جدا اقول المكان اللي انا بشتري منه، لو سمحت انا عايز اللمبه الفلانيه او عايز الكشاف الفلاني اللي بيديني كام واط وبيديني برضو كام لومن. ولازم اراعي ان انا اتعامل دايما مع مكان متخصص جيد، لان مهم جدا 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 ان انا اخد ضمان مظبوط على السبوت بتاعي او الكشاف بتاعي او اللمبه بتاعتي. نفس الكلام برضو بالنسبه لفكره ان المنتج بتاعي يكون منتج بيديني اللون مظبوط، ما يكونش فيه اصفرار في درجه الورم زياده عن اللازم، او اللون الابيض داخل على لون ازرق. فبالتالي شويه الحاجات البسيطه دي عمرها ما تيجي الا من خلال المنتج كويس.
وطبعا هو ده اللي بيفرق المنتج الرديء من المنتج الجيد، نظرا ان احنا طبعا لازم نحط في الاعتبار ان لازم المنتج الجيد هو هيكون عمره الافضل وهيبقى العمر الافتراضي افضل ويكون شغال بشكل كويس. طب ممكن تقولي بشكل بسيط يعني انا لما اروح اشتري لمبه تبقى كام وات، كام لوبت، كام اني بالظبط؟ بالظبط لا ما فيش بالظبط لسبب بسيط، كل حاجه ليها تطبيقها. ما هو مثلا انا عندي في لمبه ممكن تبقى 5 وات، في 9، في 10، في 12، حسب الاستخدام. بالظبط حسب انا محتاج ايه، وفي ممكن عندي سبوت 5 واط، في عندي سبوت 15 واط، ده بيند على ان انا من بدايه اصل التصميم محدد لي انا هشتغل بايه، انا محتاج حاجه كبيره هنا ولا حاجه بسيطه، وده طبعا بالتنسيق ما بين مهندس الكهرباء ومهندس الديكور اللي في الموقع او في المكان، لان طبعا كل تطبيق بيختلف عن التاني. يعني انا النهارده لما اكون بستخدم، انا عايز اتعامل في بيت، فبستخدم سبوتات ما تكونش شديده قوي في الواط او في اللومن بتاعها، او لو كنا بستخدم في مكان فيه عرض زي مثلا معرض عربيه او معرض موبيلي او كلام من ده، لا لازم استخدم واط عالي عشان خاطر اظهر المنتج بتاعي بشكل كويس. فطبعا العمليه متفاوته جدا في الموضوع، ومن هنا تيجي برضو اهميه لحاجه خطيره جدا، ان انا لازم اكون برضو بختار المواصفات بتاعتي طبقا للمواصفه الفنيه، واللي بيقدر يحددها بشكل اكتر مهندس الكهرباء المختص او مهندس الديكور المختص من خلال معرفه الاحتياج الاساسي للكلاينت. شطبنا كلام، أشوفكم الحلقة اللي جاية.